أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان لدى تفقده القوات العسكرية في الفشقة الصغرى قرب الحدود الشرقية على عزم قيادة القوات المسلحة إسناد الجيش وتمكينه من أداء واجبه المقدس في حماية الأرض والعرض، معربا عن ثقته بأن عزيمة جنوده لن تضعف وأن دماء الشهداء لن تضيع سدى، والرد على أثيوبيا سيكون واقعا ملموسا على الأرض. وكان البرهان قد وجه بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية. نحن طبعا الطريق ده بتاع الاستشهاد ده طريق حقنا، نحن طالما لبسنا الكاكي ده ما عندنا طريق غير حقنا. ما بنجزع ولا بنخاف، ولا لو كلنا متنا الكلام ده ما فيت في عضدنا ولا بخوفنا ولا بخلينا نتراجع. عشان كده نحن حنسندكم وحنقف معاكم ونخليكم قادرين تحموا الوطن دي، ما تخلوا اي زول اي يحوم فيها ثاني. اخوانكم اللي راحوا ديل نحن وانتم قادرين، قالوا نرجع حقهم.